طبعا لقاء مرتقب، لقاء كبير جدا. لما نيجي نتكلم عن المباراة لازم بكل تأكيد نتكلم عن الحكام. مين الطاقم التحكيمي اللي يقود اللقاء؟ يقود مباراة الأهلي والعين الإماراتي الليلة طاقم تحكيم تركي بقيادة ميلر خليل أموت، وبيساعده الثنائي ويركان إبراهيم وكورباي مراد، وهيكونوا موجودين وحاضرين بقوة. على فكرة طاقم جيد، وهيكون كوجوك حكم رابع، وهيكون بقى على الفار الإيطالي ديبولو ماركو، ومساعد على تقنية الفار أيضا الإيطالي دي باولو أليساندرو. طاقم تحكيم قوي، ولكن خليل أموت ميلر ليه قصة شهيرة جدا. طب لو اتكلمنا عن الحكم خليل أموت بالتحديد، جنسية تركي زي ما قلت لحضراتكم، مواليد 1 أغسطس 86. بدأ خليل أموت ميلر مسيرته التحكيمية عندما أدار مباراة اسطنبول باشاك شهير وكسهار في الدوري التركي موسم 15-16، تم إدراجه في قائمة الاتحاد الدولي منذ عام 2017، وهو عضو في نخبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ عام 2022. أبرز مباريات اللي أدارها نهائي بطولة أوروبا تحت 17 سنة في 2018 بين إيطاليا وهولندا، وانتهت بفوز هولندا بركلات الترجيح 4-1، ونهائي كأس سوبر التركي 2019 بين بشكتاش وأنطاليا، وانتهت بفوز بشكتاش بركلات الترجيح 4-2، نهائي كأس تركيا 2022 بين قيصري سبور وسيفاس سبور، وانتهت بفوز سيفاس بثلاث أهداف مقابل هدفين. أبرز المواقف اللي تعرض ليها الحكم خليل أموت ميلر، موقف كان سيء جدا، يمكن موقف مش هنساه على مدار مسيرته، واللي كان في ديسمبر 2023 عندما تلقى لكمة في وجهه خلال مواجهة فريق أنقرة جوجو وتشوكور ريزوسبور ضمن مباريات الدوري التركي. رئيس فريق أنقرة جوجو ضرب الحكم خليل أموت بعد تعادل فريقه في الدقيقة 97 من المباراة، والحادثة دي أثارت ضجة كبيرة جدا وحالة استياء في الوسط الرياضي التركي والعالمي والسياسي التركي، وتم تأجيل جميع المباريات في الدوري، وتم إلقاء القبض على رئيس فريق أنقرة آنذاك.